المرة الماضية شرحنا، احنا ركزنا على الستيدي ستيت بالاي كيو. حكينا اذا وصلنا للستيدي ستيت عند اي ان، يعني عند عدد معين من الكستمر الموجودين في الاي كيو، راح يكون فلو ان يساوي فلو اوت. حكينا هون على سبيل المثال عند ان كستمر موجود في عندي كم وحده اوت، هاي وهاي. طبعا نسبتها اللي هي احتماليتها بي ان، وقديش بيصل عندي ارايفل كافريج لمدا ان، وقديش بكون في عندي سيرفيس ميو ان. فالاوت بالنسبه لهاي هي عباره عن بي ان، حكينا بدي اضربها في لمدا ان زائد ميو ان، هاي اوت. بالنسبه لان اللي داخل على ان، هاي في داخل على ان مكانين، داخل من هون كنت ان زائد واحد، فكنت في ان زائد واحد وجاني منها الرايفل قيمته لمدا ان ماينس واحد، هذا القيمة الأولى اللي هي ان. في عندي كمان ان اللي هي هاي، كنت في ان زائد واحد صرت ان عن طريق ايش؟ اجاني سيرفيس، فبحكي زائد هاي ناقص، سوري واضح؟ خربطنا هون، ناقص هاي اللي هي هاي وهاي. الثانية في ان زائد واحد بدي اضربها في ميو ان زائد واحد، تمام؟ تمام؟ هاي ان، هاي اوت، شو عملت فيهم؟ سويتهم في بعض، تابعين معي؟ تابعين معي؟ إذا هاي واحدة وهاي سويتهم في بعض. إذا سويتهم في بعض، إذا بدي أحسب احتمالية أي احتمالية بغض النظر شو كانت بي إن، اختصرنا القانون. القانون بيحكي لي كالتالي: لمدا على ميو، لمدا في المقام بضرب من إن ماينس واحد لزيرو، وفي ميو في ال سوري في الم لمدا في البسط إن ماينس واحد لمدا زيرو، وفي المقام ميو ما عندي من ان لا واحد. هاي كله بدلالة ايه؟ بدلالة بي نود. طيب اذا كل البي تبعتي هي من واحد لبي انفينيتي، بقدر احصلها بدلالة في نود. عندي مجموعة من المعادلات، عشان تسهل علي نفسي حل هاي المعادلات، حكينا بدي انتبه على أول وحدة هون تحكي flow in يساوي flow out، كأنه بي زيرو في لمدا زيرو شو تساوي؟ بي واحد في ميو واحد. إذن بي واحد تساوي لمدا زيرو على ميو واحد في بي زيرو. هلا نفس الشيء بي واحد بقدر اكتبها بدلالة بي زيرو، بي اثنين بدلالة بي زيرو. عندي مجموعة معينة من المعادلات، لكن في عندي معادلة مهمة اللي هي مجموع البي ان كم بيكون؟ من صفر لإنفينيتي، كم مجموعه؟ مجموع الاحتماليات. احتمالية يكون عندي صفر كاستمر أو واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربعة موجودين في الكيو، كم مجموعهم لازم يكون؟ أيوة واحد. واحد. إذا أنا بقدر أستفيد الآن من هاي المعادلة زائد المعادلة الثانية اللي هي summation اللي هي بي ان شو يكون؟ واحد، طبعا من صفر لانفينيتي. اذا قدرت اوجد بي نود بقدر اوجد بي واحد بي اثنين بي ثلاث بي اربعه، كاني حليت
البروبلم تبعتي، صرت اقدر اعرف قديش احتماليه يكون في عندي كاستمر واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه بالسيستم او حتى عدد معين. نعطي الان مثال عليها. المثال بحكي في عندي جروسري شوب ببيع مواد تموينيه للسيد. هذا الشوب فيه كاونترز، اذا كان عدد الاشخاص الموجودين على السيستم كامل من واحد لثلاث بيفتح كاونتر واحد، إذا عدد الأشخاص من 4 إلى 6 بيفتح كاونترين تو كاونترز، إذا عدد الأشخاص الموجودين بالسيستم عندي أكثر من 6 بيفتح 3 كاونترز. حكى لي التالي، حكى لي كاستمر ارايف اكوردنج تو ابوسون ديستريبيوشن وعطاني المين تبعه. إذا الاكسبكتد والمين تبع البوسون ديستريبيوشن واحد، اللي هو عبارة عن ايه؟ الارايفل لمدا. لمدا هي نفسها اكسبكتد اوف اكس. كم أعطاني قيمتها؟ كم قيمة لمدا؟ 10. كاستمر بير أور، الوحدة تبعتها بير أور. بحكي لي التشيك أوت بير كاستمر إكسبوننشال، أعطاني المين تبعه. كم المين تبعه؟ 12. أعطاني إي أوف إكس للأرايفل، إذن للديبارتشر شو تساوي؟ 12 minutes. شو الديستريبيوشن؟ بوسون ولا اكسبوننشال؟ اكسبوننشال. اذا هذا عباره عن واحد على لمدا، بس انا ما بحكي لمدا، صرنا نحكي بما انها سيرفر بعمل سيرفيس تشيك اوت، بحكي لمدا ولا ميو؟ ميو. ميو. اذا الاكسبكتد فاليو تبعتي هي 12 مينيت وهي تساوي 1 على ميو. طيب اذا بدي احسب ميو شو بحكي؟ تساوي 1 على 12 صح؟ بدي اقلبها. شو اللي تبعتها؟ مينيت. طيب انا اليونت تبعت الثانيه عباره عن اور، بدي احول هاي تبعتها لاور، شو بسوي؟ بضرب في كم؟ بضرب في 60. 60 على 12 كم؟ 5. هذا في حال كان عندي كاونتر واحد. طيب الارايفل راح تختلف؟ سرعه الارايفل راح تختلف باختلاف عدد الكاونتر؟ إلها دخل؟ هل معطيني إنديكيشن إنها إلها دخل؟ سرعة الأرايفل هل بتختلف بعدد الكاونتر ولا بس السيرفس ريت بتختلف إذا زدت عدد الكاونترز؟ السيرفس ريت. إذا المطلوب مني الآن التالي، بدي احسبنا زي ما حكينا، حسبنا لمدا هي عباره عن 10 وميو عباره عن 5. اذا بدي احسب التالي، عندي ميو 0. شو يعني ميو 0 وميو 1 وميو 2 وميو 3؟ سرعه السيستم في حال كان عندي 0 او 1 او 2 او 3 كاستمر موجودين في السيستم. طيب بما انه عندي بس 1 كاونتر في هاي الحاله، كم السرعه بتكون؟ حكينا ميو تبعتي هي عباره عن 1 على 12 وضربناها في 60 هي كم؟ 5. اذا ميو 0 وميو 1 وميو 2 وميو 3 شو قيمتهم؟ 5. هاي 5 وهاي 5 وهاي 5 وهي 5. شو معنى ميو 3؟ معناته إذا كان في عندي 3 كاستمر موجودين في السيستم، السيستم ما راح يفتح إلا كاونتر واحد، وفي هاي الحالة سرعة السيرفس تبعتي هي عبارة عن 5 كاستمرز بير أور. طيب إذا كان عدد الأشخاص اللي موجودين عندي 4 أو أكثر، بحكي ميو 4 ميو 5 ميو 6، في هاي الحالة كم بفتح كاونتر؟ كاونترين. قديش بتكون الميو تبعتهم؟ 2 في 5. 2 في 5 اللي هي كم؟ 10. 10 5 هي 10، هو نفس الشيء 10 و10. طب اذا كان عدد الاشخاص اكثر من 6، كم بيكون السيرفس ريت تبعي؟ يعني 107 108 لميو انفينيتي. كم كاونتر بفتح اذا كان عندي 7 اشخاص؟
ثلاثة. ثلاثة، كم سرعة السيرفس تبعتي؟ ثلاثة بخمسة، 15. طيب الآن عندي لمدة، في عندي لمدة زيرو ولمدة واحد ولمدة اثنين ولمدة انفينيتي، شو قيمتها؟ هل الارايفل راح يختلف؟ سرعة الارايفل راح تختلف؟ عدد الأشخاص اللي راح يجين من برا راح يختلف؟ هل له دخل في كم كاونتر فاتح أنا؟ لا ما له دخل. طيب إذا لمدة زيرو كم قيمتها؟ هي 10. 10. إذا لمدة زيرو هي 10، ولمدة واحد 10، ولمدة انفينيتي 10. إذا الاختلاف عندي هون راح يكون بس بميو، لمدة راح تكون ثابتة. لمدة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة كلهم زي بعض، لا انفينيتي قيمتها 10. بس ميو بتختلف حسب عدد الكاونتر اللي أنا فاتحه. وهذا اللي عملناه هون. هي عندي 5 و10 و15، 5 و10 في كان عندي 0 1 2 3، 2 في 5 اللي هي 10 عندي كان 4 5 6 و7 8 لانفينيتي، راح سرعه السيستم تبعتي راح تكون 15 كستمر بير اور، ولمده دائما ثابته قيمتها 10 بغض النظر شو كانت، شو كانت ان يعني بغض النظر شو كان عدد الاشخاص الموجودين في السيستم عندي. هلا مطلوب مني احسب بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 لبي انفينيتي بدلاله بي نود. اذا جمعتهم كلهم مع بعض وسويتهم في واحد بطلع قيمه بي نود، اذا طلعت قيمه بي نود بقدر اطلع بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. واضح شو اللي راح قاعدين نعمله الان؟ بيهمني اطلع كل القيم بدلاله بي نود، اذا طلعت قيمه بي نود كلها بدلاله قيمه بي نود في عندي معادلة واحدة ضرورية، مجموعة هاي الاحتماليات تساوي واحد، وما في عندي إلا مجهول واحد اللي قيمته هو عبارة عن بي نود، بطلع قيمة بي نود. إذا طلعت قيمة بي نود بقدر أطلع احتمالية بي 1 2 3 4، يعني شو احتمالية يكون في عندي كاستمر واحد في السيستم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى انفينيتي. واضح؟ نجي على بي 1. شو قيمة بي 1 حسب القانون؟ حكينا لمدة فوق وميو تحت بدلالة بي نود. لمدة في البسط من قيمة ان ناقص واحد للمدة واحد. إذا شو صفة عندي؟ نرجع هون القانون العام تبعي من بي ان من لمدة n ماينس واحد لوين؟ للمدة زيرو. طب أنا شو مطلوب عندي هون موجود؟ شو الإشي الموجود عندي؟ واحد. واحد ناقص واحد صفر، إذا أنا وصلت لصفر، إذا المضروب مطلوب مني بس أضرب لمدة واحدة اللي هي لمدة نود. واضح الشيء اللي عملناه هون؟ آه واضح. تحت بالنسبة لميو بدي أبلش نفس قيمة n لما أصل لواحد. قيمة n هي عبارة عن واحد، وصلت لواحد خلاص بوقف. إذا هاي بالنسبة لي بي واحد هي عبارة عن لمدة نود على ميو واحد في بي نود. طيب لمدة نود كم قيمتها؟ لمدة زيرو. هي 10. 10. وميو عندي حكينا ميو 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 زيرو أو واحد أو اثنين أو ثلاث، شو قيمتها؟ خمسة. خمسة، هذا بدلالة بي نود. إذن شو تساوي بي واحد إذن؟ اثنين بي نود. خلنا نعمل بي ثلاث، شو تساوي؟ أجين بدي أعمل لمدة وهون بدي أعمل ميو، قيمة ثلاث هون ببلش من n ماينس واحد في لمدة، يعني ببلش في اثنين صح؟ مضروبة في لمدة واحد مضروبة في لمدة زيرو، بوقف عند لمدة زيرو. هون في المقام ببلش في n نفسها اللي هي ثلاث، ميو ثلاث، وين بوقف؟ عند ميو واحد.
إذا هون بوقف عند 0 هون بوقف عند 1، هذا بدلالة بي نود. طيب لمدة ما هي ثابتة اللي هي عبارة عن 10، كم مرة ضربها في بعض؟ 3 مرات. وميو في هاي الحالة كم؟ 5 في 5 في 5 في 5، لأنه ميو 1 وميو 2 وميو 3 شو قيمتهم؟ 5، هي 5 تو ذا باور اوف 3، هاي بدلالة بي نود. كم قيمتها؟ 8 بي نود. بدي اجي على 4، 4 هي نفس اللي فوق بس شو لازم اضرب عليها؟ بدي تكون عندي ميو 4 هون، ميو 3، ميو 2، ميو 1، وهون لمدة 3، لمدة 2، لمدة 1، لمدة 0. كم قيمة اللمدة فيهم كلهم؟ 10 to the power of 4 على ميو 4 بتختلف صح؟ اه صح، متساويين. كأني بدي احكي هي عبارة عن 10 مضروبة في 5 to the power of 3 صح؟ هاي فصل لي اياها بطريقة ثانية، حكى لي بدي احط العشرات لحال، بدي احط 10 على 5 بدي ارفعها 3 مرات، واخر واحدة اللي هي 10 على 10 مرة واحدة بدلالة بي نود. شو قيمتها طلعت؟ اجين لانه 10 على 10 هاي كم قيمتها؟ 1، فما راح تفرق عن اللي قبليها، صارت 8 بي نود. راح اعمل نفس الشيء بالنسبة لبي 5 وبي 6. هلا اذا في حال كان اكبر من 7 شو قيمتها؟ بدي احكي على 10 على 5 تو ذا باور اوف 3، بعدين اجاني 4 و5 و6 اللي هي 10 على 10 تو ذا باور اوف 3، بعدين راح يجيني اخر شيء راح تزيد سرعه الميو، كم راح تصير بدل 10؟ كم راح تصير؟ 15، راح يصير 10 على 15، بس الباور تبعتي إذا كانت 7 بدي أشيل منها أول 6، إذا كانت 8 بدي أشيل منها أول 6، فحطيت N minus 6، فعمل قانون عام اللي هي عبارة عن 8، لأنه هاي كلها قيمة ثابتة اللي هي 8، ظل عندي بالأخير اللي هي 10 على 15 اللي هي 2 على 3 to the power of إيش؟ N minus 6 مضروبة في بي نود. واضح شو اللي عملنا؟ عملنا قانون عام من 1 ل 6، بعدين عملنا كمان قانون عام من اكبر من 7، اكبر او يساوي 7. طيب احنا حكينا شو مجموع البيز راح تكون؟ مجموع بي ان يساوي 1 من 0 لانفينيتي. بدي اجمعهم، اول واحده بي نود هيها، بي 1 شو قيمتها؟ 2 بي نود صح؟ هي عملت عامل مشترك اللي هي بي نود، واخذت بي نود في 2، بي 2 4 بي نود، هي الاربعه اللي بعديها 8 اللي بعديها 8 اللي بعديها 8 ماشي. كم من واحده 8؟ 4 مرات اللي هم هذول. بعديها شو عندي؟ بصير اضرب 8 في 2 على 3، اول مره 2 على 3 تبار في 1، ثاني مره 2 على 3 تبار في 2، اللي بعديها 8 مضروبة في 2 على 3 تبار في 3 لوين؟ ل 8 2 على 3 تبار في انفينيتي. بضل اجمع هاي المجموعة كم يساوي؟ واحد. واحد. طيب بدي ابسط هاي المعادلة شوي، كأنها عبارة عن عامل مشترك بي نود، بدي افتح قوس، أول واحدة شو قيمتها؟ 1 صح؟ زائد 2 زائد 4 زائد 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 مضروبة في 2 على 3 زائد 8 مضروبة في 2 على 3
ذا باور اوف 2 ده يظل اجمع نفس الاسلوب سكر القوس بعدين يساوي 1. واضح شو اللي عملناه لحد الان؟ واضح. بدي اخذ هذول الثمانيات مع بعض مع الواحد، هذول كم مجموعهم؟ 8 في 3 24. 24 هو 31. 31 يطلع واحد. هذول مجموعهم 31. وهون بدي اخذ عامل مشترك جديد اللي هو 8. 8 اول وحدة 8 شو بيكون قبالها؟ 1. الثانية 2 على 3 صح؟ زائد 2 على 3 باور اوف 2 نفس المبدأ لانفينيتي. واضح شو اللي عملته هون؟ عملت اخذت عامل مشترك اضافي، يعني حكيت بي نود مضروبة في 31 وعندي كمان بي نود مضروبة في 8 بعدين مضروبة في 1 2 على 3. ليش حكيت 1؟ بدل الواحد بدي احط 2 على 3، بس شو بدي اضربها تو ذا باور اوف كلها تو ذا باور اوف 0. اي شيء تو ذا باور اوف 0 شو بيكون؟ 1 1. هلا متذكرين انتم شغله في نيوميريكال، اذا في عندي رقم بدي اجمع 2 على 3 تو ذا باور اوف 0 زائد 2 على 3 تو ذا باور اوف 1 كل مره بزيدها لانفينيتي. هلا هذا الرقم شو بيصير فيه بعد فتره؟ 2 على 3 تو ذا باور اوف 0 هو عباره عن 1، 2 على 3 تو ذا باور اوف 1 2 على 3، اللي بعديه بصير ينقص، بعديه بصير ينقص، بعديه بصير ينقص. يعني هذا الرقم بعد فتره شو بيصير فيه؟ بيصير كم؟ تقريبا صفر. تقريبا صفر. هل بقدر اوجد مجموع لهذه المجموع هاي الارقام؟ هل بنسميها سيريز، جيومتريك سيريز اذا متذكرينها. اذا كان في عندي جيومتريك سيريز شو الصم تبع الجيومتريك سيريز؟ بيحكي لي صم، اذا كان في عندي سميشن من صفر لانفينيتي لرقم قيمته اكس تو ذا باور اوف هون ان ليتس سي، هذا الحكي يساوي 1 على 1 ماينس اكس بشرط واحد، شو اكس تكون؟ اقل من 1. ليش حكينا لازم تكون اقل من 1؟ اذا كانت اكس اكبر من 1 شو بيصير بالسيريز هاي؟ لسه حكينا 1 وربع، اللي بعديها راح تكبر القيمه، اللي بعديها راح تكبر، هل في لها صم؟ لا لا، اذا الصم بيكون في حاله واحده، اذا كان الرقم تبعي اللي هو اكس اقل من 1. وهذا الحكي منطقي، امتى بصل للستيدي ستيت؟ هل 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 ممكن اصل للستيدي ستيت اذا كانت سرعه السيرفس تبعتي ابطا من الارايفل؟ ولا لازم دائما تكون الارايفل ابطا من السيرفس، ابطا من سرعه السيرفس؟ يعني في حال كانت عندي ناس وصلوا بسرعه كبيره والسيرفر بطيء بقدر الحق عليه؟ لا، لازم يكون الارايفل ابطا. بيصير بالكيو بضل يعمل اكيوميليشن، بضل يزيد طول الكيو، بضل يزيد طول الكيو، راح اصل للستيدي ستيت؟ لا، لانه راح يضل يزيد. لا. طيب اذا كانت سرعه السيرفيس اعلى من سرعه الارايفل شو بيكون عندي؟ يكون في عندي مجال اقدر البي الكاستمر، فممكن اصل ستيدي ستيت. فدائما لا، دائما عندي لمدة على ميو دائما لازم تكون اقل من 1 في حال السنجل سيرفر طبعا. طيب اذا حصلنا هاي المعادله، هي حكينا في عندي جيومتريك سيريز مجموع جيومتريك سيريز اللي هو 1 على 1 ماينس اكس، حكينا بي نود اخذنا 31 اخذنا عامل مشترك
هذه جيومتريك سيريز هي المجموع تبعها، 1 على 1 ناقص 2 على 3 اللي هي 1 على كم؟ على ثلث اللي هي كم؟ 3 صح؟ 3 في 8 24 31 55. إذا بي نوت شو قيمتها؟ 1 على 55. 1 على 55. طيب بدي اطلع بي 1، شو قيمة بي 1 بالنسبة لبي نوت؟ اللي هي اللمدة 0 على الميو 1 في طلعناها هون مباشرة، كم قيمة قيمتها؟ 2 2 في 1 2 يعني 2 على 55، بي 2 4 على 55، بي 3 8 على 55، 4 و 5 و 6 برضو نفس الشيء 8 على 55. إذا كانت أكبر من هيك لا بصير أضربها في 2 على 3، كل مرة أضربها في 2 على 3. واضح؟ واضح دكتور. إذا صرت أنا عارف احتمالية عدد الأشخاص الموجودين في الكيو بغض النظر كانت ان تساوي 0 او 1 او 2 او 3. طبعا هذا باستخدام البي نود. واضح لهون شو اللي عملنا؟ طيب هلا في عندي سؤال، في هذا السؤال هون بحكي لي شو احتماليه افتح وان كاونتر؟ إذا أنا بدي أفتح كون ون كاونتر كم لازم يكون في عندي كاستمر؟ حسب الديسكريبشن تبع السؤال هون يعني أنه لازم يكون بين 1 لـ3 أو 0 أو 0 ماشي؟ إذا بدي أحجم على احتمالية من 0 بي 0 زائد بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3. طب هذول إذا جمعتهم كم بيطلعوا؟ 1 بي نود 2 بي نود زائد 4 بي نود زائد 8 بي نود قيمتهم 15 على 55 اللي هي عبارة عن كم؟ 27.3% تقريبا. تمام؟ تمام؟ تمام دكتور. طيب نيجي لآخر فرع هون عشان المرة الجاية نبدأ في موضوع جديد. بحكي لي شو بدي أعمل؟ أحسب احتمالية يكون الكاستمر عندي الكاونتر آيدل. إمتى الكاونتر بيكون آيدل؟ إذا ما في كاستمر واقفين عليه صح؟ مزبوط؟ مزبوط دكتور. طيب إذا ما إذا أنا فعليا ما في عندي ولا كاستمر، أنا موجود في بي نود، كم كاونتر بيكون آيدل مو شغال؟ ما عندي ولا 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 كاستمر، كم عندي كاونتر ماكسيموم؟ 1 كاونتر. إذا ما في عندي ولا كاستمر كم واحد منهم آيدل مو شغال؟ اثنين دكتور. كيف اثنين؟ ما في عندي، بقول انا عندي فاتح هون ماكسيمم 3 كاونترز هيهم. ما هو ما في ولا كاستمر، يعني بس كاونتر واحد شغال. كيف شغال؟ في حد عليه؟ ما هو لو كان الكاستمر كمان زيرو بيكون في كاونتر شغال، مش هيك المفروض؟ ولا الثلاث ما بيكون شغالين؟ الثلاثة مش شغالين، يعني حتى لو ما كان في ولا كاستمر. طيب ما هو انا صحيح فاتح كاونتر، لكن هل الكاونتر شغال ولا مو شغال؟ هل في عليه كاستمر؟ ما عليك. لا مش شغال. اذا عدد الكاونترز في حال كان في عندي ان هون، ان اللي هي عدد الكاستمر موجود بالسيرفر، وهون الايدل، وهون بدي احط احتمالية يكون عندي بي ان. اذا كان عندي زيرو كم واحد بيكون آيدل؟ 3. شو احتماليته؟ بي 0. طيب إذا كان عندي 1 كاستمر موجود بالسيستم، يعني في واحد من الكاونتر شغال وكم واحد ثاني مو شغال؟
2 اللي هي بي 1. عندي 2 و3 نفس الشيء، كم كاونتر بيكونوا؟ 2 ب 2 وهي عندي بي 2 بي 3. واضح لحد الآن؟ طيب إذا عندي 4 أو 5 أو 6 كم بيكون عندي ايدل كاونتر؟ واحد 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 اللي هي عبارة عن بي 4 وبي 5 وبي 6. طيب إذا هون عندي كمان واحد. طيب إذا كان عندي 7 بصير زيرو. زيرو في احتمالية اللي هي 7. لو 8 نفس الإشي، زيرو في بي 8. طيب حتى أحسب expected تبع X حكينا بحسب هي عبارة عن X في بي وفي X، صح؟ بدي احكي صفر، هاي صفر، عند صفر شو بكون؟ 3 في بي 0. عند 2 بيكون 2 في بي 1. عند 2 هون 2 في بي 2. عند 3 2 في بي 3. يعني كأني حكيت عبارة عن 2 مجموعة في احتمالية الثلاثة دول مع بعض. فإذا أول إشي اللي هي اعتبرت الزيرو اللي هي هاي، بحكي 3 مضروبة في بي 0 يكونوا كلهم ايدل. في عندي ممكن يكونوا 2 بس ايدل. امتى بيكونوا 2 ايدل؟ عندي البي 1، عندي البي 2، عندي البي 3. امتى يكون 1 ايدل؟ عندي البي 4، عندي البي 5، عندي البي 6. في عندي اخر واحده اللي هي عباره عن 0 مضروبه في بي 7 زائد بي 8 لامتى؟ لبي انفينيتي. طب اي رقم في الزيرو شو راح يكون؟ زيرو. زيرو اذا هذا بنشيله. شو الرقم عندي بيطلع؟ هون عامل له راوندينج باي ذا واي. بحكي 3 في 1 على 55، يعني بدي احكي 3 على 55 زائد عندي 2 مضروبة في 2 زائد في 2 8 صح؟ ولا 4؟ 4 زائد 8 على 55 زائد تحسب بي 4 و 5 و 6. 4 كم قيمتها؟ 8 8 على 55 8 و5 برضو 8 و6 كمان 8 على 55. إذا صفى عندي الآن 3 وبدي أخذ 14 في 2 وبدي أخذ 24. كم مجموع الموضوع الكامل؟ 55. خمسة؟ خمسة وخمسين على خمسة وخمسين. إذا الرقم إكزاكت طلع يعني عبارة عن ون كاونتر. إذا احتمالية كمتوسط حسابي يكون عندي المتوقع كمتوسط حسابي يكون في عندي ون كاونتر، بيكون عندي عدد الكاونترز آيدل هو عبارة عن 1. طبعا هذا على ستيدي ستيت، واضح؟ واضح. طيب في احد عنده اسئله؟ معلش انا زدت شوي بالمحاضره اليوم، اخذت من المحاضره اللي بعدها بس كان لازم انهي الموضوع تبع ال. في احد عنده اسئله؟ المد. نعم، وين ماده المد؟ عند البيور ديف. لا، عندي البيور ديف. هلا اليوم راح ابعث لكم اليوم او بكره قبل الامتحان، راح أبعث إيميل تجريبي للامتحان
في احتمالية كبيرة أن يوصلك هذا الإيميل على الجنك. رجاء كل واحد يعرف يفتح الجنك صح، لا تعملوش مشكلة يعني إنه ما وصلني ما وصلني ما وصلني. في احتمالية كبيرة يصلك الإيميل على الجنك. الإيميل بصل على الجنك لأكثر من سبب، يا يعني بتكون مستعمل برنامج لأبعث الإيميلز، لما يكون في عدد كبير من الإيميلز بيعتبره كأنه جنك، ممكن حسب محتوى الإيميل يعتبره جنك، فممكن احتمالية كبيرة اللينك راح يطلع عندك بالجنك. فأنا راح أعمل عشان أتأكد إنه الطلبة ما عندهم مشاكل، راح أبعث إيميل تجريبي قبل الامتحان بفترة يعني 10 دقائق ربع ساعة، أتأكد إنه كل الطلبة يقدروا يعملوا أكسس للسؤال الامتحان، نفس أسلوب الكويز تقريبا. لسه ما حطيت الأسئلة، راح أبلش فيهم اليوم بكرة. الامتحان راح يكون وقت المحاضرة قبلها بعشر دقائق بعدها بعشر دقائق. إحنا المحاضرة تبعتنا إمتى تبلش؟ رسمي برمضان. يحتاج 20